عسلامة، مرحبا بكم في سهلة مهلة. اليوم باش نعملو مقابلات بنينة وسهلة مهلة كيما العادة، تشبه ياسر السلطة مشوية افيك اون بوتيت ديفيرونس. المقادير اللي نسحقولها هي فلفل الوان كيما تحبو نتوما، وثوم، وخل، وزيت زيتونة، وملح، وفلفل. كيما قلت لكم المقابلات هذيا تشبه السلطة مشوية، دونك اول حاجة باش نعملوها باش نشويو الفلفل متاعنا. بعد ما نكمل نشوي الفلفل متاعي نحطه في ساشي ونسكر عليه باش ترجع عليه الفابور ويسهل عليا تقشير. دونك الفرق ما بين هذه وسلطات المشوية انه ما فيهش بصل وما فيهش طماطم، ما فيه حتى شيء، جوست فلفل ملون. ودونك ما نرحبوش باش نقصوه بالطول كيف ما تشوفوا لهنا قدامكم. بعد ما نكمل نقص الفلفل متاعي ناخذ سنيت الثوم متاعي حسب الرغبة متاعكم، انا حطيت 3 سنين دونك، ونقصهم بالعرض جويدين لو ماكسيموم. وهكا المقابل متاعي بريسك حضر باش نفوحو بالملح والفلفل الاكحل حسب الرغبة ديما نقولكم. ونحط زادة مغرفة من خل التفاح، وهي حاجة باهية برشا على خاطرها صحية، وان بلوس تعطينا المطعم الديفيرون اللي نحنا مانيش مستنسين بيه كتوانسة. وبالطبيعة ما ننساوش الزيت زيتون. نخلط دونك المكونات متاعي كلها مع بعضها بشكل الفلفل يتفوح ويدخل فيه الزيت والخل حاسيلو وكل شيء ويولي بنين. وما ننسيش نزيد نعمل نكتة زيت زيتونة من الفوق، ونزيد زيت نحط شوية زيتون اخضر. تنجمو تحطو العظام، تنجمو تحطو التن، تحطو اللي تحب. كانت هذه الوصفة السهلة متاع اليوم، ان شاء الله تجربوها على خاطر متأكدة باش تعجبكم. ما تنسيوش تشتركوا في القناة متاعي سهلة مهلة على اليوتيوب، تنجموا زادة تلقاوني على انستغرام وعلى الفيسبوك. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديدة بيانتو. باي باي.